أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في اليوم 12 من شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران وشهر العتق من النيران. أهلا وسهلا أستاذ ياسر، أنت والمتسابقين، ونشكركم على تفاعلكم وحماسكم في هذه المبادرة، مبادرة جمهور قناة الواقع لتفطير الصائمين هنا في ساحات الحرم المكي الشريف. جمهورنا طبعا هذه الوجبة الآن توزع لضيف الرحمن، وجبة متعددة الأصناف، باردة، تقدم هدية من جمهور قناة الواقع. أسأل الله أن يتقبلها منا ومنهم إن شاء الله. والآن نبدأ نوزع هذه الوجبات للصائمين. يا دين عامرة خير للدين، يا قلوب واهب البيت زهرة، يا قلوب واهب البيت زهرة. خيرك كثير فضلني في الحرام، وصل لكل المودين، تفطر الصايم ولك مثل أجره. شهر خير شهر رحمة يا رجين، والسعيد اللي اغتنم زهر عمره. حرام أجر كبير لكل حاج وما تمر فاض عمره. يا ديار عامرة خير للدين، يا قلوب واهب البيت. كما ترون بالترحيب والابتسامة يتم توزيع وجبات إفطار الصائمين لضيوف الرحمن هنا في ساحات الحرم المكي الشريف. في الحرم خيرك كثير. والله ناس كتر ألف خير هم وكم ألف بركة، وربنا يسعدهم على المجهود العظيم اللي عاملينه في الحرم دهواتي، وربنا يكتر من أمثالكم، وشباب زي العسل والله ما شاء الله عليكم، وربنا يبارك لكم وكل سنة طيبين. والله العظيم نعمة طيبة الحمد لله، والله نعمة طيبة الحمد لله. كان زوم مطمئنين، كاين الفطار، كاين كل شيء، اللهم لي الحمد ولا والشكر، كل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى. والله يبارك فيكم ويزيدكم، ونطلب الله ينور هذا المكان يا ربي انت ان شاء الله تعالى. فطر الصايم ولك مثل أجره، شهر خير شهر رحمة يا رجيم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام تقريرنا لليوم 12 من شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، ونشكركم على تفاعلكم في الروشن 12. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الذين شفعت لهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة ورضيت عنهم وأجبت دعوتهم. إلى اللقاء، نراكم غدا إن شاء الله. تفطر الصايم ولك مثل أجره، شهر خير.